هاي جايز، كيفكن؟ اسمي برامز شويتي. اليوم بدي عيوني لعندكن لحتى شوي خبركن عن مسيرتي وتجربتي من مجال الأعمال لمجال السوشيال ميديا. بلشت حياتي المهنية ب 2002 ومن وقتها لهلأ بيني فوق 30 شركة. هيديك السنة جينا تاني بيبي، فأنا وعدت المدام اللي هي شريكتي كمان بالشغل يعني أنه رح أخذ شوية تايم أوف وأقعد بالبيت وساعدها، فقلت بدي أسلي حالي بشيء، فقلت أنه خليني أفتح إنستغرام أكاونت مثل ما كل هالعالم عم تفتح إنستغرام أكاونت. فصرت حط صور عن اللي أنا بحبه أكتر شيء اللي هو الأكل، بس صرت أتطور يعني بدل ما حط صورة بس برجر حط صورة أنا ماسك البرجر ورجع حط فيديو عن كيف أنا عملتها وإلى آخره. بظرف 6 أشهر صرت أكبر فود بلوجر بلبنان وأكبر ميل لايفستايل بلوجر بلبنان. كثير بحترم وبقدر العالم اللي بيتخلوا عن شيء موجود بحياتهم بينتقلوا على شيء كلياً تاني برغبتهم الكاملة. هذا الشيء بيدل قد ايه هن عندهم طموح لحتى يتطوروا بالمجال التاني اللي اختاروه. كثير حلو. واكتشفت انه صار عندي حجم معين اللي بيكون انترستينج للشركات، صرت احكي مع شويه شركات، وما راح احكي الا العالم اللي انا بشتغل معها او بحبها او انا اصلا زبون عندها. يعني حكيت اول شركه اللي هي برجر كو، اكيد انا اول شغله بحبه البرجر، صار احكي شركه اكل، وقلت لهم رح نعمل ديل مع بعضنا وما راح ياخذ منكم مصاري، بدي اياكم تحطوا اسمي على المنيو تبعكم انه انا عندي دادي فودي برجر عندكم بالمطعم، وانا من ناحيتي رح اخترع لكم الريسيبي ورح اعمل لكم فيديو ورح طلعه على السوشيال ميديا. هيدا كان اول مره بحياتي انا بتعامل مع شركه. وشفت انه من وراي انا صار الدادي فودي برجر يعمل اوت سيلينج لاي برجر تاني بلبنان وباي لايك 4 تايمز، انا قلت لا، اول مره اعطيتهم اياها هيك، بس انه اذا في هالقد بوتنشل انه نعمل منها بزنس ليه لا. ففاست فورورد شهرين ثلاثه عندي فوق ال 120 كلاينت وانا براند امباسادور ل 5 انترناشونال كومبانيز. كمان هيدا الشيء حلو، يعني معظم السوشيال ميديا انفلونسرز نجحوا بشيء عم بيعملوه لانه بيحبوه لانه بيامنوا فيه. فنصيحتي لكم بالنسبه للشركات، وهيدا انا دائما مطبقها لإلي، لازم او اي علاقه مع شركات تعملوها تكون ترو لكم. يعني اذا انتم يو دونت بليف ان ات او اذا انتم منكم مجربينه او انتم منكم حابينه، أكيد مش ناطرين تقلكن إنه ما تستعملوه. اثنين، شطارتنا نحنا as content creators تجاه الشركات إنه نخترع content بطريقة original، لأنه أوراس بيروحوا لعند حدا تاني. شطارتنا إنه نفرجيهم إنه هيدا البرودكت تبعكن أنا لح أعملها بطريقة، بصورها بطريقة وبحكي عنها بطريقة وبحكي عنها بلهجة إنه it's gonna be so attractive to everybody. إبراهيم كشخصية إنسان باين باللي واثق من نفسه، أكيد هو إنسان ملهم وناجح. هلا الثالثة كتير شخصية ما بنصحكم تعملوها إلا إذا أنتم حاضرين تعملوها، هي إنه تستثمروا حالكم فيها. إذا فيكم تشيلوا حيط وتقربوا حالكم على الأودينس وتفرجيهم إنه أنا بوعى أوقات على بكرة شعري منكوش بقعد بعمل أوملات، هيدي عم بتجيب لي فيوز أكتر بكتير مما بكون مزبط حالي وحاطي الضوء ومزبط شعري وحاطي جيل وإلى آخره. It's very risky لأنه إذا منكم حاضرين تسمعوا انتقادات العالم ما تعملوها. إيش قد أخذت وقت و you got popular بال يعني إيش قد likes من طريقة ال growth تبعي بهيدي الفترة؟ هي طلبت جهد مني أنا كتير، يعني كل نهار فوت على هاشتاج برجرز like burgers cheese burgers يعني أعمل like لفوق 3000 صورة بالنهار. I would like them so they would understand إنه oh this guy who is this guy. هيك بلشت يعني. Phase 2 هي الفيز وين انا صرت اعمل كونتنت لإلي بطريقه شوي بروفيشنال. النهار اللي صار عندي كوربريت كلاينتس هن استلموا بقى الميديا تبع الاكونت تبعي وصاروا يحطوا مصاري. كثير انبسطت انه يكون عندنا هيك جيست، كثير بيقولنا بيعطونا بوش لقدامنا نحن نعطي نحن شو فينا نعمل يعني كانفلونسرز. فبعد كل هالحديث عن الاكل وعن البرجرز فكرت دوقكم البرجرز اللي انا بعملها. بس في كاتش انه انا رح اعلمكم كيف عم تعملوها وانتم رح تعملوها بايدكم. يلا شو رايكم تلحقوني على المطبخ؟ بس انا بدي اطبخ، انا كيفت لانه انا كثير بحب المطبخ وانا اوريدي بطبخ. رح فرجيكم كيف بعمل الدادي فودي برجر. كل ما كانوا المكونات بسيطة للبرجر كل ما كان كل مكون مهم ليعطي أكثر نتيجة هو فيه. رح نبلش باللحمة.
ما بدنا نغليها أو نسلقها للحمة، لازم نحرقها لحتى من برا تكون كريسبي ومن جوا تضلها جوسي. فشو سرها؟ إنه يكون مقليتنا عم تغلي غلية. نحطها هيك. هيدا اللون اللي احنا بدنا اياه. You have to حركوها يعني. اوكي بنحط الكارملايز انيونز دغري هون، بنشيل سلايز جبنه بنحطها. بنفس الوقت في بنقص خبزتنا، بنجرب قد ما فينا تكون 50-50 لتحت ولفوق. بنحط ال 1000 ايلاند صوص عليها هون. حبيت، تعلمت وصفة جديدة للائحة طبخاتي. تذكرتوا كل الستبس؟ حاضرين؟ راني ندير في البرجر تاعي وننسى باش ندوقها. عملنا برجر كثير طيبة وطعمتها كانت بتعقد. صحتين. واو. مستمتعين في الطبخ، يعني غيرنا من الاشياء اللي قاعدين نسويها كلنا وهذا، فطلعنا من المود اللي احنا فيه، فمره استمتعنا في الصبح. ثانك يو جايز، كثير انبسطت معكم انا اليوم، ويلا كيب اب ذا جريت ورك. بعد ما عرفنا التحدي عملت ابحاث كثير وطلعت بثمانية افكار وراح اعرضهم على سليم. مرحبا زاهد. اهلا وسهلا سليم، كيفك اليوم؟ حماس جدا لاني طلعت بفكره كويسه. اخي مستعد. لحظه سؤال، في اينشتاين؟ لا طبعا الحمد لله. ما في اينشتاين. لا. ورجعنا فتنا شوي بزاهد وقديش قدرات زاهد اللي ما فرجينا اياهم الاسبوع الماضي. رجعنا لزاهد بالتأكيد. يا خبرني. فالفكرة هي بكل بساطة إني تحدي حيكون أنيميشن، كله أنيميشن من أول لآخر، كله إنفوغرافيك. شيء ممتع. حبيت فكرة إنفوغرافيك. يس. أوكي. إنفوغرافيك. أوكي. وأتمنى يعني إنه ما تحتاجوا إني أظهر في نهاية الفيديو أو بدايته. طيب بس شو هي الفكرة؟ أوكي رح نستعمل إنفوغرافيكس وهذا وكلنا تحمسنا، بس شو الفكرة؟ بما أننا مطالبين في التحدي هذا إن نتكلم عن 5 حاجات مختلفة يعني عن دولتنا في دي الحالة السعودية، فرح أتكلم من ناحية طبعًا. بلا شكل فيزياء او مو فيزياء، خلينا نقول العلم او الساينس او الادوكيشن. اوكي. الفكره هي بكل بساطه انه راح اجيب المعلومه دي بطريقه ممتعه جدا كده، اظهرها بشكل حلو، في نفس الوقت راح اخففها شويه، يعني اضيف شويه نكته في الموضوع. لانه بعد كلاس الاخراج اليوم المخرج شرشحني جدا. الفكره راح تكون عن انفوجرافيك فيديو، يعني فيديو كده ممتع كده، حيستخدم انيميشنز كتير، وراح يعني ابين البيانات او المعلومات بشكل مبسط جدا. اوكي زاهد، بس في شغلتين. اوكي، اول شيء انتبه انه ما تفوت بزيت الستايل تبع الاسبوع الماضي حتى بالفويس اوفر، حتى لو بس انت عم تعمل انفوجرافيكس. وتاني شغله، ما تعملنا ريبورتاج، ما تعملنا نشرة أخبار، وإن شاء الله عن جد ناطرة إنه هذا الفيديو يطلع غير عن كل شيء عملته قبل. يلا موفق. شكرا. بعد الجلسة مع سليم خلاص وضحت كل الأفكار، يعني كل الأفكار المميزة اللي راح أشتغل عليها في الفيديو، فكل الباقي هو إيديتين. فالآن أنا في سباق مع الوقت، وأتمنى إني أقدر ألحق أخلص الفيديو قبل موعد التسليم. انا دلوقتي لقيت فكره وسطيه ما بين الفكرتين اللي انا ما كنتش عايز اتكلم عليهم، فدلوقتي هعرضها على سليم بقى وربنا يستر نشوف الدنيا توصل ليه. شو خبرني، عندك فكره؟ عندي فكره. الفكره بتاعتي انا، المشكله ان انا مش هقدر اقدم الستايل بتاعي اللي هو الكوميديا السوداء، لان انا بتكلم على ثقافه شعبي قدام العالم. اوكي. فهعمل فكره جديده اللي هو هطلع 5 اسئله. انا برضو مش حابب ان انا اطلع اتكلم، انا اقول مصر فيها فنانين كوميديين ومصر فيها. أوكي. الموضوع يبقى مبتذل، بنعملها بطريقه كرييتيف. كرييتيف شويه. فحبيت ان انا اكتب انا 5 اسئله عن 5 موضوعات اللي انا حابب اتكلم عنهم، وانزل اعملهم في اي حوار ما بيني وما بين الناس في الشارع، واشوف الثقافات الاخرى تعرف ايه عن مصر. بس عن الثقافه الكوميديه اللي في مصر. حلوه الفكره. الحمد لله. وليه هيك زعلان؟ هي كلها بترتبط على الكوميديا بالحوار. بالحوار بالضبط. اوكي. كثير حلوه بس كثير مجسفه.
دقيقة إيه يعني واقفة كتير على الحوار، كلها واقفة على الحوار اللي بدور بينك وبين العالم اللي معك. بس هتصور عادي بالشارع. الفكرة اللي أنا طلعت بيها هي مش رضياني قوي لأن هي مش شخصية محمود، بس معجب بالفكرة اللي أنا هشتغل عليها لأن هي جديدة بالنسبة لي، فيها ريسك شوية بس بحاول أشتغل على حاجة جديدة. انت خايف من كثير اشياء والمجازف اذا ما بتوصل اذا ما بتجازف بشيء ما عندك شيء، فانا ما بعت الهم انه انت تعمل شيء منه مهضوم، ما بعت الهم وقت تعمل شيء ما كثير بيشبهك، لانه هيدي هي الكرياتيفيتي، هيدي هي الحياه، مش دائما نعمل شيء بيشبهنا بس اوقات النتيجه تبعيته بتكون اكبر بكثير من احنا كنا متوقعين. وموفق، وانا عن جد ناطره اشوف هذا الفيديو، بس مثل ما قلت لك خلي يكون في الهضمه بالحوار لانه هو اهم شيء هذا الحوار كله. أنا دلوقتي يعتبر بعمل مجازفة كبيرة بالنسبة لي، إن أنا بجرب شخصية جديدة بشكل جديد أنا عمري ما عملته، ومش عارف نتائجه هتكون إيه، بس أنا متفائل وراضي عن نفسي ومقتنع بنفسي، فنتائج الموضوع أنا وإنتوا هنعرفه بقى في البث المباشر. بما أنه أنا كنت محط الخطر الأسبوع الماضي حيكون العبء علي أكبر، كيف رح أثبت قدام العالم أنه أنا حغير الوجه اللي عملته بالقبل؟ مرتين سارة، مرتين فتي بدائرة الخطر خلاص. سيلين شخص كتير بيخاف علينا مثل أمنا فعلاً بحسها. خبرينا شوي شو فكرتك. هلأ بما أن أنتوا قلتوا أنه حنتكلم على خمس أشياء بتخص البلد، أنا طبعاً فلسطينية بس ما عشت بفلسطين، طبعاً أنت عارفة أنا عايشة بالسويد طول عمري. أوكي. فبتستغل هذا الشيء كفكرة فلوغز، إنه أنا أخلي حدا جست معي بالفيديو فلسطيني ابن بلدي يحكينا عن فلسطين، وأصور أنا إنه واو أنا حسسني بشعور فلسطين من بس هو. كتير حلوة، خليك على العادات، خليك على التقاليد، خليك على الأشياء الحلوة اللي أنت حابة تعيشيها ولا تستكشفيها بفلسطين. أنا طبيعة شخصيتي والمحتوى اللي بقدمه المرح والسعادة للمكان. بس تبهي على شغلة، عايشينا الشيء من خلالك، ما تكوني مذيعة، ما تخبرينا، ما شغلتك تكوني مذيعة ولا دورك تكوني مذيعة. صوري بوضوح، صوري بخلي يكون في غنى بالتصوير، خلينا نكون عم نحس ان نحن مزبوط. بتعرفي لأول مرة عم بحس براحة نفسية بحكي معك، ما بتعصبي علي. بدي بوسك. بعد ما قعدت مع سيلين ووافقت لي على الفكرة، هلأ صار عندي كيف أفكر أصور الفكرة، كيف أطلعها. بعتقد هالفيديو حيكون إن شاء الله نقطة تحول من الفيديوهات الماضية اللي عملتها. مرحبا راشد. اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. شو التحدي تبع هذا الاسبوع؟ شو الوضع؟ التحدي هالاسبوع كثير حلو، انك تتكلم عن بلدك اللي هو السعوديه وتتذكر خمس اشياء بالفن اللي انا قد قاعد جالس اقدمه، قاعد اذكر خمس اشياء عنه. وبلشت تفكر بافكار معينه؟ فكرت باشياء مع ايه، بس شو صرت مفكر لحد هلا؟ في افكار كثيره بس ان شاء الله بفكر زياده. تبعتينا شي فكره من الافكار الكثيره؟ انت اول اسبوع كنت بالصداره، ثاني اسبوع كنت بالصداره، ثالث اسبوع نزلت. من وقت ما نزلت في شيء تغير عندك؟ حسيت يمكن انه انت لازم كل الوقت لك بالصداره وما قدرت تتحمل يمكن انه نزلت اقل شوي؟ رابع اسبوع كثير حلو اللي اعطيته، فكرت انه هذا الشيء رح يوصلك ترجع للصداره، ما وصلك للصداره، عملت رده الفعل اللي انت عم تعملها اليوم. لا مو هذا الفعل، يعني الحمد لله انا واثق من الشيء اللي قاعد اقدمه. أنا الوقت اللي أبغى أخذه الأول برجع أخذه، بس إنه يمكن تبقى، يمكن تغادر البرنامج، كله يمكن. الشيء المتأكدين منه هو إنه في تحدي، في عنا كم يوم لللايف، أوكي، وفي عنا فيديو بدك تعمله، وأنت ما بتقبل إنه تقدم شيء منه منيح لشو ما كان يكون السبب. إلى الآن ما في فكرة، بس إنه يعني في أشياء كثيرة أقدر أسويها، بس إنه فكرة محددة وش اللي بسوي إلى الآن ما حطيتها في راسي.
نحن بكل اسبوع بنكون ضايعين ومشتتين، مشتتة افكارنا كثير لغايه ما نحكي مع سيلين بنرتب افكارنا بشكل افضل. والحريه لإلك، بس نحن بدنا تقلنا انه ما نطلع نحن عن الموضوع المطلوب مننا. شو كمان رواق هذا الجمعه؟ رواق كل جمعه. يا لطيف يا لطيف على جنان والرواق. كل مره جنان بتقولي لي رواق رواق رواق، وكل مره بنعمل ستريس ستريس ستريس. هذا الاسبوع شو الوضع؟ عم ابحث عن 5 أشياء مشان احكي عنهم، وكل شيء رح يكون مختلف عن الثاني. فهي نتفة الصعوبة اللي بدي واجهها بعد ما ادخل للاغوار، يعني بس ابلش بكتابة القصيدة، هي الدمج. لانه انا بدي اكتب عن 5 أشياء وكل شغلة مختلفة، فكيف انا بدي جملة من هون وجملة من هون وبيت شعر من هون وبيت شعر من هون، فالربط بيناتهم هو اللي رح يكون الصعب. انت لك 4 أسابيع شعر 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 شعر. يمكن انا ما عم لك غيري ولا ما عم لك ما تغيري، بس يمكن اذا اعطيتي شيء خاصه بالكتابة اكثر، ولا كلمات ولا جمل ولا شيء هيك نكسر شوي شعر 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 شعر. قد ما كان الشعر حلو، انا ما عم اقول لك وما عم اقول لك تعملي شعر، ما عم اقول لك ما تعملي شعر. انا بس اللي عم اقوله هو انه يمكن اذا عم نفرجي 5 أشياء مختلفين نعمل شيء مختلف كمان بفرد مره، والا اذا بكفي بالشعر انت حره تعملي يلي بدك. بالنهايه القرار لك وفكرتك انت، انا ما بتدخل. انا خايفه اذا عملت هيدا الشيء اللجنه يتفاجئوا انه شيء صادم ما مثل ما تعودوا علي، خاصه وائل هو كثير بيركز على موسيقى الشعر. بدي اياكي تنتبهي على اذا قررت تصوري ولا اذا قررت انه تستعيني بحدا، تنقي الشخص اللي رح يساعدك واللي رح يعمل لك فرق. استغربت من كلام سيلين، لانه شو اختاروا مين اختاروا؟ اعرف منيح انه شخص مناسب ويرفعني لفوق. كلهم الله يعينهم، كل حدا يدوب عم يلحق لحاله. صايرين هنا الصراحه مثل كبل، كل 2 سوا بيصوروا بعض. فانا ماني هالقد مع حدا، انا اكثر شيء مع سمر، وسمر كمان بده مين يصورها. فما بعرف مين حيساعدني بالتصوير. احنا دلوقتي في الفندق زي كل جمعه بيجي وائل مع الهدوم بتاعه البرايم، بنختار وبنقيس الهدوم بتاعتنا وبنشوف ايه انسب حاجه عشان نطلع بشكل مشرف. يعني هي صار عندها 2 options، هي عندها 2 options بعد بدنا السكيرت البليستا. وائل هول لجنان، ايه هول زيتي وزيتي واخضر. يس. وما راح تحبهم مثل العاده. لولا وين ثيابها؟ بالعادة بيجي وائل وفادي محضرين الأواعي، كل واحد يجي بالدور ياخد أواعيه ويروح يبدل أواعيه ويصورنا، بيشوف الألوان، بيشوف شو المنسق حسب شو اللي حيعطوا، يعطولنا عليه أبروف ولا لا. سارة وقفة، تيك بوزيشن بليز. ما رح ألبس هيك. طيب خلينا نصوره وبعدين بنشوف إذا حتلبسيها أم لا. كأني مرة كبيرة، كأني مرة كبيرة. إن شاء الله بنقولك إياه. لا ما رح ينقوا. وائل عن جد ما حلو. صدمة صراحة لما شفت الفستان، أول شيء منه ملبوسي أبدا ومنه ستايلي، حسيت حالي مني سارة، عم بطلع حالي على المراية كل شوي بقول هذا أنا، ما عجبني بالمرة. يلا لسه هول بليز. شو قصتك اليوم يا وائل علي أنت وفادي؟ ميان. أنا اللي لفت نظري راشد، دائماً أحس يعني وائل اختلوا اللبس الصحيح تبعه اللي هو يكون مرح شوية كده، هذا اللبس مناسب جداً لشخصية راشد. وائل شخص ما يحب يأخذه ويعطي، يلبسنا على كيف. حبيبك الجمعة بدك تلبس جري وبلو وروز يعني؟ أنا حسيت إني مهرج باللبس اللي قاعد يلبسه. ظن وائل يحبني شوية لأني ما نعملوش مشاكل، يقول لي لبسيها على البزار على عكس جنان. اوكي بلشي بهيدا هيك هيك لابسه هو مع هيدا الحجاب، بعدين رجعت جيب رمال باج. هي كما يقولوا نقاعه. في شيء ثاني؟ بس تخلصي. ميرسي. ابشع شيء بكل الاسبوع هو نهار الفيتينج، لانه بدنا نشوف وائل. مين خلص؟ انا خلصت. يلا جنان. ما معقول هالزلمه صوته لحاله بينرفز الاعصاب، بضل عم يعيط يعيط يعيط، بيعصب من كل العالم، بفش خلقه فينا، شو ذنبنا نحن؟ حس حالي زرعه. انت
تعجبني ستايلات وائل، شخص يعرف شغله تماما. استغرب دائما من فين يجيب المقاسات اللي تركب علي انا، يعني صعب احصل بنطلون كويس لي، لكن هو دائما يجيب المقاس الصح، احس كانه امي تشتري لي الملابس. حصورك بهيدا لو قلت اللي قبلته او ما قبلته. ما بقبل. مارينين بدي صورك، ما فينا، يعني ليه عم تعملي هيك؟ ما بدي البسها. كل عمري انا بعمل ستايلينج لحالي، كان هذا شوي شيء صعب انه يجي حدا يلبسني او حدا يمكن يفرض علي شيء لازم البسه. طبعا بتهمني الهدوم اللي هلبسها في البرايم لان المظهر شيء مهم جدا، خاصه ان انت بتبقى طالع قدام العالم. يعني كسوشيال ميديا انفلونسر شفتوا في كاتيجوري ترافل، مهم بزاف اني نكون نلبس حاجه اللي تمثلني وتمثل شخصيتي.